أهلا بكم من موسكو، نتابع أبرز المستجدات في المشهد الروسي الذي تتشكل ملامحه بتطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها. فبعد مرور نحو شهرين على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لا يزال صوت الآلة الحربية يعلو وتعلو معه المواقف السياسية والتوترات الدبلوماسية والمعارك الاقتصادية. موسكو تقول إن تحركاتها تهدف إلى إعادة الحياة إلى قلب أوكرانيا الصناعي شرقي البلاد إلى طبيعته، ومساعدة سكان منطقة دونباس ضد الأعمال العدائية التي تستهدفهم، فيما لا يزال الغرب يرى في تلك التحركات انتهاكا للسيادة الأوكرانية وتهديدا لحياة المدنيين، بل ذهب البعض لاعتبارها جرائم حرب. فإلى أين تتجه الأمور؟ وماذا عن فرص الحل السياسي؟ تكمل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الثاني وتبقى الكلمة الفاصلة للسلاح، فالأحاديث يعلو فوق صوت المعركة التي انطلقت شرارتها في 24 من شهر فبراير، فيما ظل غياب أي أفق للحل السياسي وانسداد المسار الدبلوماسي. عسكريا انطلق الجيش الروسي باتجاه إقليم دونباس مركزا جهوده على الجبهة الشرقية لأوكرانيا بما فيها مدينة ماريوبول، بعد أن غير بوصلة عملياته بعيدا عن كييف متجنبا وقوع خسائر بشرية بين المدنيين. تقدم عسكري على الأرض في الاتجاه الشرقي تسعى من خلاله روسيا إلى عزل أوكرانيا عن بحر أزوف والبحر الأسود وتحقيق ضربة استراتيجية تجبر السلطات في كييف على الاستجابة لمطالب موسكو. وفي مقدمتها حياد أوكرانيا وتراجعها عن طموح انضمام لحلف الناتو والاعتراف بخسارة القرم واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. نيران المعارك امتدت للمجالين السياسي والدبلوماسي، لقاءات وقمم واجتماعات وتبادل للاتهامات، طرد للدبلوماسيين وتقييد للعلاقات. اقتصاديا عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي الروسي، يرى الغرب فيها أداة مؤثرة للضغط على موسكو واستنزاف اقتصادها لإرغامها على سحب قواتها من أوكرانيا، بينما يصفها الروس بأنها غير قانونية وتتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، ويؤكدون أنها سترتد بالضرر على الاقتصاديات الغربية. ضرر لمسته الولايات المتحدة وأوروبا عن طريق ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات ووصول أسعار الطاقة لمستويات قياسية مع حظر واشنطن واردات النفط والغاز من روسيا، ومحاولة بعض الدول الأوروبية تقليص احتياجاتها من السلع الاستراتيجية من موسكو. أما روسيا فتخطط لإعادة توجيه مبيعات النفط والغاز من الأسواق في أوروبا إلى آسيا، وتلوح بوقف ضخ الغاز الذي تعتمد عليه أوروبا بنحو 40% إذا لم تسدد قيمته بالروبل. صراع يتجدد بين روسيا والغرب أشعلته الأزمة الأوكرانية، امتدت تداعياته الاقتصادية وتأثيراته السلبية على العالم أجمع. وللحديث عن هذا الملف أرحب معي في الاستوديو بسعادة السفير بنيامين بابوف، السفير السابق في وزارة الخارجية الروسية. أهلا وسهلا سعادة السفير. إذن بعد مرور قرابة شهرين على هذه العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، ماذا حققت موسكو بعد هذه المدة؟ عندنا بدأت الآن نحن نقول أن مرحلة جديدة أو جديدة لهذه العملية العسكرية، فإن شاء الله خلال أسبوعين أنا أكرر هذا، نحن سنحرر دنباس كله، هذا الهدف الرئيسي. فالآن نحن حررنا تقريبا أكثر من نصف دنباس، هذا النتيجة. لكن الأهم شيء أن نحن في خلال هذه المدة نحن أعطينا أمل للحياة كويسة للناس كثيرين الذين يسكنون في الدنباس، هذا أكثر من مليونين أو بين مليونين وثلاثة. ولكن يعني المصادر الغربية والزعماء الغربيون يقولون أن ثمن ذلك كان باهظا وأن روسيا متهمة بارتكاب جرائم حرب. هذا انت عارف الدعاية غربية قوية،
فأنا لابد أن أعترف أن هذا إلى حد ما حتى هذه العملية كانت نجاح للأمريكان، لأن كان في حلمهم دائما اصطدام بين روسيا وأوكرانيا. نحن في الحقيقة ولماذا ذهبت روسيا إلى هذا الصدام؟ لأن نحن ما كانش في وسعنا أن نصبر هذا، لأن كانت جرائم كبيرة الذي غرب كان يفضل أن لا يرى هذه الجرائم ضد سكان دونباس. هذه الدونباس هذا 3 ملايين أو 2 ملايين، لأن كانت هناك التخريبات كبيرة وإلى آخره. فهذا لأن الأوكرانيا استعملت الطيران طيارات لكسف هؤلاء. يعني قبل يومين تقريبا السيد لافروف وزير خارجيتكم يقول بأنه الغرب فشل في تحويل أوكرانيا إلى منصة لتدمير روسيا، هل يعني ذلك أن الأمور استتبت لروسيا؟ تعرف يعني حتى هذا ما فيش حتى الآن ما فيش نتيجة كاملة يعني، لكن شوف حركف إذا استطاعت ناتا أن تعمل قواعدها في خاركوف، هذا يعني أن الصاروخ قد يصل إلى موسكو خلال 5 دقائق. ولكن باستطاعة الناتو أيضا أن تضع صواريخها في دول البلطيق المجاورة، هذا يعني هذا 20 دقيقة. هذا شيء في فرقين كبيرين، فرقين كبيرين، لأن نحن ممكن نكتشف هذه الصواريخ وعندنا في وسائل لإسقاط هذه الصواريخ، لكن خلال 5 سنين لا. 5 دقائق. 5 دقائق. 5 دقائق هذا مستحيل. طيب. لهذا السبب هذا موضوع حياة والموت بالنسبة لروسيا. يقولون انه يعني معظم الحروب لابد ان تنتهي على طاولة المفاوضات، ما الذي يمنع ان تصل المفاوضات الى نهايتها السعيدة كما يقول بين روسيا واوكرانيا؟ نحن سعيين لهذا، هذا رغبتنا ان يكون فمفاوضات ماشية، هذا بشكل او اخر ماشية، نحن مستعدون. الرئيس الاوكراني هو دائما يطلب مقابلة بوتين، نحن نقول أن قبل هذه المقابلة لابد من نتفق عن معاهدة السلام، نحن مستعدون. لكن عندي انتباه هذا قد يكون شخصي وأنا قد يكون غلطا، لكن أعتقد أن قبل 9 مايو أو بعد 9 مايو 2 3 نحن حنكون هناك نتيجة أكثر وضوحا أكثر، وحتى أو يعني بجلاء وما وضوح من جلاء النتيجة حتكون واضحة. هذا كمان نصبر أسبوعين. وحضرتك يعني قلت في البداية أنه بعد أسبوعين ربما سيتغير المشهد تماما، لكن أحد القادة العسكريين واسمه رستم مينيكايف يقول بأنه عملية أو أهداف موسكو من عملياتها العسكرية لا تقتصر فقط على الدنباس التي أشرتم إليها. نحن أن تعرف نحن عندنا الآن في خرسون، مدينة خرسون هذا قريبا من الدنباس وقريبا من الكريم شبه الجزيرة، بالنسبة لنا هذا شيء مهم، لأن بالنسبة للتزويد بالمياه هذا شيء أنا لا أريد أخوش في التفاصيل، لكن هذا بالنسبة شيء مهم، لأن بدون المية لا يمكن واحد يعيش. فهذه الأشياء نحن لابد أن نثبت هذا يعني نؤمن. فأعتقد هناك في حركة في خرسون في خاركف بالنسبة لتكوين بعض التشكيلات الجديدة. التشكيلات الجديدة قد يعني قد يكون هذه الأوكرانيون قد سينجحون في تشكيل هذه الأشياء التكوينات الجديدة. شكرا جزيلا لكم بنيامين بابوف السفير السابق في الخارجية الروسية. مستمرون معكم بعد قليل، نتابع قراءة المشهد الروسي، نتحدث عن البعد الاقتصادي للأزمة الأوكرانية.